اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحديث عن الإمام المهدي حديث عن إمام زماننا، عن الدنيا قائمة به، لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. لذلك أن نتعرف بجوانب متعددة من حياة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، من أيام الغيبة الصغرى وقبل الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى، وكل هذه الأحداث التي تتعلق بالإمام صلوات الله وسلامه عليه، حتى نكون على دراية ومعرفة بكل الأحداث التي جرت على الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الحديث عن غيبة الإمام، الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى. السؤال: متى بدأت غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه الغيبة الصغرى؟ هنالك روايات تقول منذ استشهاد الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه بدأت غيبة الإمام، ولكن هو في الواقع غيبة الإمام بدأت منذ ولادة الإمام. يعني الإمام العسكري استشهد، وكان للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه 5 أعوام، ولكن الواقع لما ننظر إلى التاريخ نجد أن الإمام منذ ولادة الإمام. طبعا الإمام العسكري سلام الله عليه عق عن الإمام المهدي 300 كبش في كل بلاد المسلمين، في كل مكان. الهدف من هذا الأمر هو لحفظ الإمام، يعني امتياز خاص للإمام المهدي سلام الله عليه، ولكي يعرف الجميع، الكل يعلم أن الإمام الحسن العسكري رزق بمولود، وهذا المولود هو حجة الله من بعده. لذلك كان أسلوب من أساليب الإمام لإيصال خبر ولادة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. هنا رسالة مهمة: بنو العباس كانوا يدأبون دائما ويراقبون بيت الإمام الهادي والعسكري. الآن سرداب الغيبة الذي هو في سامراء هو في الواقع بيت الإمام الهادي وبيت الإمام الحسن العسكري، وهو البيت الذي ولد في الظاهر فيه الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. فإذا هذا بيت الإمام، وميلاد الإمام كان في هذا المكان، وسكن الإمام صلوات الله وسلامه عليه. كانت هنالك رقابة شديدة ومتشددة جدا من أيام المتوكل العباسي الذي يقول عنه الإمام أمير المؤمنين: عاشرهم أكفرهم عن المتوكل، كان حاقدا على أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يشدد الخناق بصورة كبيرة على الإمام الهادي. وهكذا حكام بني العباس واحد تلو الآخر أيضا كانوا يشددون الخناق على الإمام الهادي والإمام العسكري، وكل الهدف الوصول إلى الإمام المهدي سلام الله عليه. حتى أن السيدة نرجس اعتقلت أكثر من مرة، تم سجن والدة الإمام عجل الله تعالى فرجه أكثر من مرة. الهدف هو الوصول للإمام المهدي سلام الله عليه، القضاء على الإمام المهدي قبل أن يولد، أو القضاء على الإمام المهدي بعد أن يولد. لذلك كان هنالك الجواسيس والذين كانوا يراقبون بيت الإمام الهادي والعسكري، والبيت الذي فيه الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. بنو العباس كان لهم عداء جلي وواضح ضد أهل البيت عليهم السلام، وكانوا يحاولون، يعتبرون أن بني هاشم هم الرقباء الأساسيين لهم، وكانوا يخافوا من إقبال الناس على أهل البيت سلام الله عليهم، مع أن أهل البيت واضح ما كانوا يطلبون السلطة ولا أنهم يدعونها، خلافة الله خلافة من قبل الله تبارك وتعالى، ولكن كل الخوف الذي دخل في قلوب بني العباس وكانوا يخافون من الأئمة سلام الله عليهم حتى منذ البداية. يعني هذا الأمر لو نظرتم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله تلك السقيفة المشؤومة التي عقدت المؤامرات فيها للوقوف أمام خلافة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وبالنتيجة توصلوا إلى اتفاق إقصاء الإمام أمير المؤمنين من الخلافة وهو الخليفة بلا فصل من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. في السقيفة اجتمعت الأمة، الشياطين وأتباع الشياطين اجتمعوا واتفقوا على الوقوف أمام الإمام أمير المؤمنين، ومع الأسف الأمة تبعت هذه المخطط الشيطاني الذي أقصى الإمام ظاهريا من الخلافة. 25 سنة علي بن أبي طالب أمير المؤمنين سلام الله عليه أبعدوه عن الخلافة، وهذا هو بالنتيجة حرب كانت على الإسلام وعلى القرآن وعلى رسول الله صلى الله عليه وآله. ما كانوا يتجاهرون، ولو أنه الرجل قال كفانا كتاب الله صرح بذلك، ولكن مع كل ذلك كانوا يحاولون ضرب الإمام أمير المؤمنين. بالنتيجة الإمام من هو؟ هو القرآن، علي مع القرآن والقرآن مع علي، أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها. علي بن أبي طالب هو رسول الله صلى الله عليه وآله، فلذلك لما يحاربون الإمام أمير المؤمنين هو حرب ضد رسول الله وحرب ضد الله وحرب ضد القرآن، فأبعدوا القرآن الناطق 25 سنة. وبعد هذه المرحلة الحكومة الظاهرية للإمام أيضا تعلمون من حرب مع معاوية، معاوية الذي استبد بالحكم ونشر الفسق والفجور بين الأمة وأراد إرجاع الشرك إلى بني سفيان، ولكن الإمام أمير المؤمنين تصدى له. تصدى الإمام أمير المؤمنين إلى معاوية، إلى قضية حرب الجمل، ذهاب الإمام بنفسه إلى البصرة، بقاء في البصرة عدة أشهر، وحرب النهروان، واستشهاد الإمام أمير المؤمنين إلى الإمام الحسن والإمام الحسين. كل التاريخ عهد بني أمية كان مليء بالقمع والإرهاب والقتل والتشريد والفسق والفجور لحكام بني أمية، وبنو العباس أيضا على نفس المنهج. لذلك تلاحظون أن المعتضد العباسي، طبعا الخلافة العباسية وبعبارة أدق الحكم العباسي الجائر، هذا العصر الفاسد، ويسمونه مع الأسف ببعض الكتب بالعصر الذهبي، هو عصر أسود ومليء بالجرائم والقتل والإبادة والفساد. هذا الحكم طبعا تحول السامراء إلى تقريبا 19 سنة كانت الخلافة لبني العباس، وبعد ذلك انتقلت إلى بغداد. ولكن الرقابة على الإمام الهادي وبيت الإمام العسكري وقضية الإمام المهدي كانت رقابة مشددة جدا، وبنو العباس كان الأمر يهمهم جدا، لأنه الشيء الوحيد الذي كان يهددهم هي قضية الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. بالنتيجة اطلعوا على الأخبار والروايات، وأمر مسلم ومحتوم لديهم هذا الأمر. لذلك الغيبة الحقيقية للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه بدأت من يوم ولادة الإمام، لأنه الإمام أخفي، والإمام كان العسكري سلام الله عليه يظهره إلى الثلة الخاصة من أصحابه، مثلا أحمد بن إسحاق القمي شيخ القميين، هذه الشخصية الكبيرة الذي جاء عند الإمام الحسن العسكري وأحضره الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. طبعا هذه محاولات مستمرة كانت من بني العباس، ومن المعتضد العباسي الحاكم في بغداد كان دائما وضع الجواسيس والرقباء على دار الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، يراقب الحركة والقادم والخارج. لذلك إلى أن وصلوا إلى محاولة لاغتيال الإمام المهدي. ما هي الوسائل؟ لذلك المعتضد العباسي كان الحاكم في بغداد، أرسل 3 من الأشخاص من خلص أصحابه، أرسلهم إلى سامراء. سامراء اللي كانت هي محل ولادة الإمام، المهدي. الإمام المهدي ولد في سامراء وعاش الإمام المهدي في سامراء صلوات الله وسلامه عليه، فأرسل من بغداد 3 أشخاص من الخواص. طبعا أولا فرق بينهم، يعني ما بعثهم مع بعض حتى لا يكون يسبب الشبهات ويثير التحرك هذا البعض. 3 أرسل، كل واحد أرسل له حالة، وقال لا تأخذوا معكم الأمتعة الكثيرة، شيء بسيط جدا من المتاع حتى تصلوا إلى سامراء. وأعطاهم مهمة، إذا وصلتم إلى سامراء، بما أنه كانت العيون والجواسيس وكانوا يراقبون دار الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، كان المعتضد العباسي يعرف دار الإمام بصورة دقيقة، فقال لهم تذهبون إلى سامراء، تذهبون إلى الزقاق الفلاني، تجدوا هنالك بيتا، على باب البيت رجل أسود، غلام أسود واقف، تقتحمون الدار وتأتون بمن في الدار، تأتون برأسه. يعني ماذا؟ الهدف هو اغتيال الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. لذلك الشخص الذي كان مبعوث، أحدهم اسمه رشيق، يقول وصلنا إلى سامراء، مشينا على هذه الخطة اللي المعتضد العباسي رسمها لنا، فعلا وصلنا على نفس الخريطة اللي بعثها لنا، وصلنا إلى ذلك البيت ووجدنا هنالك غلاما أسود واقف على باب الدار وبيده تكة ينسج هذه التكة، فسألنا هذه الدار لمن؟ قال الدار لصاحبها. انتبهوا العبارة دقيقة جدا، أنه الدار لمن، ما قال للإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه، وإنما قال الدار لصاحبها. فقالوا له أين صاحب الدار؟ قال في الدار. يقول رشيق اقتحمنا الدار، يعني كأنه هجوم مسلح، 3 وصلنا واقتحمنا الدار، وجدنا هنالك الدار وهنالك دهليز، الدهليز هو هذا الممر، محل مثل الكليدور، دخلنا فيه، وجدنا هنالك حجابا، يعني قماش، رفعنا القماش، وجدنا أمامنا كأنه بحيرة. الله أكبر، هذه معجزة إلهية. وآخر الماء هنالك سجادة على الماء ورجل واقف يصلي لله، يعني هذه كرامة إلهية. أرادوا الوصول للإمام ما تمكنوا، شافوا هنالك الماء كأنه بحيرة كبيرة، وآخر الماء الإمام موجود ولكن على سجادة يصلي لله. المساكين، نقطة مهمة، الإنسان المؤمن وإن توالت عليه المصاعب والمصائب والأزمات، وكم خططوا لضرب الإنسان المؤمن. وهذه رسالة لكل المؤمنين، لكل العاملين في سبيل الله، كل الذين يعملون من أجل ترسيخ العقيدة الإيمانية الصحيحة، أنك تضرب بالسهام، أنك تواجه، أن الإشاعات تدور من حولك، الإشاعات والفتن والكلمات البذيئة، وأهل الفتن يدورون حولك ويحاولون أن يثيروا الإشاعات، وكل التهم توجه إليك لأنك تسير في الطريق الصحيح. لذلك عليك بالثبات وعليك بالاستقامة والتوجه إلى الله تبارك وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الإنسان المؤمن لا يتراجع أبدا، وهذه كلمة أنا أوصلها إلى أحبة الشباب في المدارس في الجامعات، الذين يعملون في سبيل الله، الذين يعملون في نشر الثقافة المهدوية المباركة، ويجدون هنالك معارضة. يعني أنت طالب مهدوي، أنت طالبة مهدوية، أنت ناشط في نشر علوم محمد وآل محمد، تجدون صعوبات. يعني قد يكون رئيس الجامعة رجل علماني ليبرالي لا يريد الخير إلى طلبة الجامعة، لا يريد النور والخير والسعادة والثقافة الصحيحة لطلبة الجامعة، يعارضكم، أو عميد كلية أو رئيس قسم. لذلك لا تيأسوا، عليكم بالاستمرارية بالعمل، وعليكم أن تجدوا هنالك من الناس المؤمنين. قد يكون هنالك رئيس جامعة مؤمن طيب، أو عميد كلية أو رئيس قسم أو أستاذ جامعي، لا بد، لو خليت لقلبت، لا بد أن يكون. ابحثوا، والله هو الذي يسدد الإنسان الذي يسعى لنشر علوم محمد وآل محمد سلام الله عليهم. هذه رسالتنا الآن، رسالتنا الحقيقية في رغم كل الأزمات، ولو أنا أجد في الواقع ليست هنالك أي أزمات، هذه الأمور البسيطة جدا هذه أمام الصعاب اللي كانوا يعانوها أهل البيت سلام الله عليهم، وحتى أصحاب أهل البيت، يعني المراحل الصعبة، القتل، التشريد، الإبادة اللي كان في أصحاب أهل البيت، وما كان بإمكانهم أن يصلوا إلى أهل البيت عليهم السلام، يعني مراحلهم كانت جدا صعبة. احنا الآن في هذه المرحلة عندنا حرية كبيرة للعمل. الآن ما تمكنت بعد أسبوع، بعد أسبوعين، ثلاثة، أربعة، هذا الطريق كان مغلق، أبحث عن طريق ثاني وثالث ورابع وعاشر. ليكون الإنسان المؤمن اللي عنده رسالة، اللي عنده عقيدة بالإمام المهدي، أنه يتوقف نشاط الجامعي. ركزوا عملكم في الإمام المهدي كل السنة، ليس اليوم فقط، ليكن تعمل لهذا ولذاك فقط. ركزوا عملكم في الإمام المهدي في نشر رسالة الالتزام، ثقافة الإيمانية التربوية الصحيحة، هذا اللي نريده. وفي صعوبات وفي مشاكل وفي أزمات من الطبيعي، لذلك الشاب المهدوي، الفتاة المهدوية اللي عندهم حب وعشق وانتماء وعقيدة بهذه المرحلة الصعبة اللي احنا فيها، ويجدون أنفسهم أنهم مكلفون بالدفاع عن القضية المهدوية وعن توعية المجتمع الشبابي بالذات والجامعي بصورة خاصة برسالة الإمام المهدي. ومسؤوليتنا في هذه المرحلة من الطبيعي أن نواجه صعوبات، ولكن لا بد أن لا نتراجع أبدا، علينا أن لا نيأس أبدا، علينا أن نطرق ونطرق كل الأبواب حتى نصل إن شاء الله. والتسديد من الله. الإمام المهدي سلام الله عليه، شوفوا التسديد الإلهي، أرادوا قتل الإمام. يقول رشيق: أحدنا أراد، يعني صار شاطر هذا مثل الموجودين شوي، يمنع ندوة، يمنع محاضر، يمنع برنامج نشاط، يتصور شاطر هو راح يتمكن. يعني هؤلاء مساكين، يعني مساكين لا يفقهون شيئا من هذا العالم، وأنتم إن شاء الله بالله وبالإمام بقوة كبيرة هائلة. هذا الرجل راد يوصل للإمام، شلون؟ راد بالسباحة، بمجرد ما وضع قدمه في الماء وإذا به أراد أن يغرق. يقول: كاد أن يغرق ونحن أخذناه أخرجناه. راد يغرق ويموت. الآخر ما اتعب. كثيرون ترى في هذه الدنيا، كثيرون ينظرون للخطأ، ينظرون للإشكالية، يشوف المشكلة أمامه، تواجه غيره وقع في هذه الإشكالية، ولكن في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. هذا الإنسان أيضا مريض، ما هو الحل؟ فالآخر هذا واحد، الأول غرق في الماء، يقول طلعناه بصعوبة. الآخر أيضا راح على الماء يريد يوصل للإمام، أيضا غرق وطلعناه. فعرفت أن هذا أمر إلهي، هذا هنالك تسديد إلهي، فاعتذرنا وتبنا إلى الله تبارك وتعالى. رشيق اللي هو واحد من الثلاثة اللي اقتحموا دار الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، ورجعنا إلى بغداد. دخلنا على المعتضد العباسي، أول ما شافنا الحاكم قال: خبروني شو اللي صار؟ خبرنا أنه إحنا وصلنا وجدنا غلام أسود، وبعد ذلك وجدنا ستارا، يعني كأنه قماش، مثل يعني شيء من القماش، رفعنا وجدنا هنالك كأنه بحيرة، والإمام آخر مكان وعلى الماء يصلي، وأراد الواحد أراد أن يغرق والثاني أراد أن يغرق. قال: ما أخبرت أحد؟ شفتوا أحد بالطريق أنتم جايين؟ قلنا: لا. خبرتوا أحد بهذا الموضوع؟ لا، ما خبرنا أحد. فأخذ منا الأيمان المغلظة أن لا تخبروا أحدا، وإذا سمعت هذا الخبر طالع برا لا أقضين عليكم وأقطع رؤوسكم. انتبهوا، انظر للحاكم الجائر، انظر للذين يخافون من نشر علوم أهل البيت عليهم السلام. تارة يكون بعنوان هذا إنسان ملحد، طبعا هذا إنسان علماني، هذا إنسان ما عنده دين، هذا إنسان ضد الدين. شوف هؤلاء يموتون، حتى الإنسان تشوف أنه يجي لزيارة الإمام الحسين ولكن يمنع الندوات التربوية والثقافية، هذا زيارته لا تقبل. تشوفه يصلي، هذا صلاته تنفعه. أنت تخاف من؟ تخاف على منصبك وإلا تخاف من أنت؟ هذه رسالة لا بد اليوم العالم يتحول، هذا العالم يتحول إلى عالم مهدوي. لازم الناس يتعرفون على القضية المهدوية، يعرفون الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الرسالة موجهة للجميع، مش موجهة لإنسان دون آخر. لا يتمكن لا مسؤول ولا رئيس ولا أي إنسان يتمكن أن يقف أمام القضية المهدوية. نعم يمكن هذا يمنع، ولكن قضية الإمام المهدي لا يقف أمامها أي سد، والسدود لا تقف أمامها. قضية الإمام المهدي هو زلزال وطوفان يشمل الجميع ويعم الجميع، ولكن هي فقط مسألة وقت. فإذا يا حبذا أنا الشاب أتحمل هذه المسؤولية. أنت الإنسان اللي تحمل حب الإمام وعشق الإمام وعقيدة الإمام في قلبك، يا حبذا أنت تحمل هذه الرسالة، يكون لك توفيق أنه أن تنشر ثقافة معرفة الإمام والعقيدة بالإمام صلوات الله وسلامه عليه. إذن حاولوا القضاء على الإمام وحاولة اغتيال فاشلة أولى للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. طبعا في هذا الإطار أيضا الراوي يقول حكام بنو العباس لما جاءوا إلى سامراء ذهبوا إلى قبر الإمام الهادي والعسكري، شافوا قبور مرتبة، الناس يأتون إليهم ويزورونهم ويضعون النذور ويتوسلون إلى الله، ولكن ذهبوا إلى قبور بني العباس وجدوا الكلاب السائبة بين هذه القبور المنهدمة المدمرة. فأحدهم من المتملقين، تعرفون كل ما كان فيه متملقين، سيما الإنسان اللي مسؤول كثير أكو حوله حواشي متملقون هؤلاء. على كل حال أهل المصالح، فراح واحد عنده قال أنت الحاكم العباسي وهذول أجدادك، شوف قبورهم شلون كلاب سائبة حول هذه القبور ومهدمة وتربة ووسخة، وقبور الإمام الهادي والعسكري شلون مرتبة والناس. قال هذا سر إلهي. من الأخير هذا سر إلهي، الله سبحانه وتعالى أراد هذا المقام وأراد هذه المنزلة لأهل البيت سلام الله عليهم. لا يتمكن لا حاكم ولا مسؤول ولا صاحب رتبة ولا اللي عنده رتب ولا أي إنسان، إرادة الله تبارك وتعالى. وهذا أمر أقول هذا الأمر لكل المؤمنين، لكل العاملين في سبيل الله، في سبيل نشر رسالة الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، الذين يعانون من الألم والمعوقات الكثيرة، المطبات الكثيرة في حياتهم. الإنسان المؤمن الرسالي طبيعي يواجه هنالك أهل حسد، أهل غيرة، مرضى نفسيين، ما يتمكن يشوفك أنت تعمل، لذلك يضع المعوقات أمامك باستمرار، يجيب لك مجموعة من التهم. المهم لا ينتشر صوت محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. على كل حال محاولة أخرى، جاء قائد الشرطة في سامراء أيضا لأنه الهدف كله إلقاء القبض على الإمام المهدي. هذا الهم الكبير للحكم العباسي، شلون يوصلون للإمام المهدي ويقضون على الإمام. أيضا جاءوا ووصلوا إلى دار الإمام. دار الإمام وين؟ نفس اللي الآن يسموه سرداب الغيبة، اللي البعض كما ذكرت يتصور أن الإمام المهدي غاب في السرداب، وهذه معلومة خاطئة. السرداب هو بيت الإمام صلوات الله وسلامه عليه، والإمام ما غاب في السرداب، يعني مو الإمام في السرداب غاب، لا، الإمام في الواقع من اليوم الأول من ولادته ما كان متناولا بين يدي الناس. طبعا هكذا كان الإمام الهادي سلام الله عليه. اقرأوا في تاريخ الإمام الهادي عليه السلام أيضا نفس الشيء، أكثر أوقاته ما كان يلتقي بالشيعة. الوصول للإمام كان هنالك حجابا بين الإمام وبين شيعته. اللي كانوا يلتقون إلى فترة طويلة بالإمام الهادي كانوا خلص أصحاب الإمام سلام الله عليه. فالإمام الهادي عمليا كان يمهد لغيبة الإمام. تعرفون من عهد رسول الله إلى الإمام الهادي سلام الله عليه، الشيعة ما كانوا متعودين على أنه يتعاملون مع إمام غائب، كانوا يتعاملون مع إمام ينظرون إليه، يتشرفون بلقياه. الآن مثلا هنالك قمع وإرهاب وسجن، نعم، ولكن يعلم الإمام موجود، هو يلتقي بالإمام. كما الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه كان بالأسبوع مرتين يتم إحضاره إلى الحاكم العباسي. فالإمام أمر شيعته، الإمام العسكري سلام الله عليه أمر شيعته أنه أي واحد من عندكم ما يكلمني بالطريق أنا ورايح، لا يكلمني أحد حفاظا عليهم، ولا يسلم علي أحد، ولا يصافحني أحد، ولا يؤشر بعينه، حتى بعينك لا تأشر لي. الإمام العسكري يقول إن لا تأشر لي بعينك أبدا، ولا تؤشر بيدك أيضا. طبعا كل هذا الأمر للحفاظ على الشيعة، حتى تلاحظون أن الشيعة في عهد الإمام الهادي والعسكري وهذه المرحلة كلها مرتبطة بالإمام المهدي سلام الله عليه. كم كانت الشيعة تعاني من الحصار، من القتل، التشريد، التعذيب. كانوا حكام بني العباس يتفننون في القضاء على شيعة أهل البيت، يتفننون في أساليب التعذيب لشيعة أهل البيت عليهم السلام. إذا كانوا يتعاملون مع الأئمة، يعني هذا الإمام موسى بن جعفر 18 عام من طامورة إلى أخرى. لماذا سميت بالطامورة؟ لأنه كانت تحت الأرض ولا يظهر الليل من النهار. احنا دقيقة واحدة لا نتحمل أن نكون في هذه الطامورة. الإمام موسى بن جعفر الكاظم سلام الله عليه، كل هذا تاريخ حياة الإمام، حتى تعرفون الدنيا غطت على عقولنا، صرنا حياتنا كلها حياة دنيوية. أهل البيت وجودهم في حياتنا وجود روتيني. انسجامنا مع أهل البيت، تناغمنا مع أهل البيت، مشاعرنا وعواطفنا تجاه أهل البيت. نعم نعتقد بأهل البيت، ولكن شوف التاريخ، وحتى انظروا إلى أصحاب أهل البيت كم هم دخلوا في هذه المعاناة الكبيرة. المحاولة الثانية لاغتيال الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، أيضا اجى قائد الشرطة ومجموعة من الجنود معه، شرطة موجودين معه، وصلوا إلى دار الإمام. طبعا أرادوا أن يقتحموا الدار، سمعوا صوت القرآن، سمعوا صوت القرآن فتوقفوا. قالوا أن الإمام موجود في داخل الدار، انتظروا إلى أن ينتهي من قراءة القرآن ونحن نهجم. فهم حاولوا، بالنتيجة حاصروا دار الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وقائد الشرطة والجنود واقفون في ذلك المكان. ما مرت إلا لحظات وإذا بالإمام المهدي يخرج، الكل ينظر إليه، الكل ينظر إليه. خرج الإمام سلام الله عليه وذهب. بعد فترة من الزمن وإذا بقائد الشرطة يقول يلا لنهجم، نهجم على الدار ونعتقل الإمام المهدي سلام الله عليه. فقالوا له الجنود تعتقل من؟ قال أعتقل الإمام المهدي. قال قبل قليل خرج من هنا، ألم تنظر إليه؟ قال لا ما نظرت إليه. قال خرج أمامك، خرج أمامك الإمام، طلع من هذا المكان وراح، ألم تشاهد الإمام؟ قال لا ما شاهدت الإمام. قال نحن شاهدناه ولكن ناظرنا إليك، شفناك أنت سكتت وما تحركت، صورنا الأمر هو في رضاك. تبين إرادة الله، الله تبارك وتعالى أعمى عينه، والله يعمي عين كل إنسان يحاول أن يقف أمام نشر ثقافة الإمام المهدي سلام الله عليه. لا تتصورون هذا الإنسان عنده سلطة وهذا عنده يقمع الناس، ولكن كونوا على ثقة أن القضية المهدوية لن يتمكن إنسان. بنو العباس القوة العظمى كانت، وكان عندهم الأموال، وكان عندهم الجنود، وكان عندهم السلاح. كل جهودهم، كل أموالهم، كل سلاحهم جيشوا الجيوش للوقوف أمام الإمام المهدي، لاعتقال الإمام المهدي، للصد، لانتشار قضية الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. ولكنهم ما تمكنوا في كل هذه الفترات، كل هذه الفترات اللي كانت فترات مهمة جدا. هذه الغيبة الصغرى اللي كانت قرابة 69 سنة، الغيبة الصغرى اللي كان فيها 4 من السفراء، وهؤلاء السفراء كانوا يلتقون بالإمام. طبعا قبور السفراء ال4 للإمام المهدي موجودة في بغداد، واختيارهم أيضا كان اختيار من قبل الإمام. وكانت هنالك مجموعة من الفتن صارت، يعني في أيام الحسين بن روح، يوم اللي اختار الإمام صلوات الله وسلامه عليه أن يكون هو السفير، البعض كان يتصور أنه السفارة راح تروح إلى الشلمغاني. الشلمغاني، وهذه عبارة مهمة، البعض يعني احنا في هذه القضايا نتكلم مع من؟ البعض يقول لك أن الإمام المهدي سيخرج ويتوجه إلى النجف ويقتل الفقهاء. طول بالك يا أخي، طول بالك. يعني الروايات اللي واردة يجب قراءة أي رواية بصورة صحيحة. أي رواية تنقل، نحن ذكرنا عندنا روايات حتمية وعندنا روايات غير حتمية. وهذا التصدي للإمام المهدي، أسأل سؤال، من الذي تصدى للإمام الحسين؟ هل تعرفون شريح القاضي؟ شريح القاضي من هو؟ كان قاضيا في عهد أمير المؤمنين، هو الذي أصدر فتوى بقتل الإمام الحسين عليه السلام. كان من أولئك الناس الذين كانوا من قبل كانوا مع أمير المؤمنين، الدنيا غرتهم، مصالح الدنيا، الشيطان جلس على عقولهم وجههم إلى طريق الباطل. بالنتيجة قد يكون، نعم، في رواية، أنا ما أقول ما في رواية، ولكن لا نركز على هذا الموضوع. بالنتيجة في كل زمان ومكان. أسأل سؤال، من الذي اغتصب الخلافة من الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه 25 سنة؟ ما كانوا صحابة النبي؟ من كانوا هؤلاء؟ المنافقون، سورة المنافقون في القرآن الكريم تتحدث عن من؟ الإنسان لما ينتقد ولما يتكلم ما يأخذ من جانب، ما يقول لا إله، قل لا إله إلا الله، لا تأخذ ببعض الكتاب وتترك البعض الآخر. تكلموا في قضية الإمام والصوفية، بعدين أنتم نسيتوا كل شيء وتوجهتوا إلى أن الإمام يتوجه، ونعم في كل زمان ومكان. هذا الشلمغاني دليل، هذا دليل في الغيبة الصغرى. أيضا وقف أمام الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. الإمام لما عين الحسين بن روح خرج عن طريق كان من علماء الشيعة، كتبه كانت في كل بيت من بيوت الشيعة. خرج على الإمام، وصل إلى الإلحاد، وصدر توقيع من الإمام بارتداده وأنه خرج عن الدين. خلاص، بالنتيجة الإنسان على محك، هذا الصراط المستقيم. بالنتيجة هناك من يثبت وهناك من يرتد. احنا علينا أن لا نركز أنه هذا يقتل وذاك يقتل وهذا يتصدى الإمام. احنا مسؤوليتنا أنه أنا أولا، أنا وين موقعي؟ لو ظهر الإمام سلام الله عليه، سؤال، الرواية تقول يوم اللي يصير لقاء بين جيش السفياني وجيش الإمام المهدي، هنالك من في جيش السفياني يغتنم الفرصة من المؤمنين يلتحقون بالإمام المهدي سلام الله عليه. والمصيبة الكبيرة هنالك من هو في جيش الإمام المهدي يلتحق بالسفياني. نعم، هنالك من يقول للإمام لا حاجة لنا بك، الآن وقتنا مو وقتك. بلى، في هذا الكلام، ولكن احنا قضية الإمام المهدي كلها نتركها ونروح على هذا الموضوع. زين، توجه السهام لمن؟ لمن تريد أن توجه السهام؟ بالنتيجة احنا عندنا مراجعنا وعلمائنا، هؤلاء في عصر الغيبة الكبرى نرجع إليهم. الإمام أوصانا بالرجوع إليهم، والعقل يوجب علينا أنه بالرجوع إلى العلماء والمراجع. إلى من نرجع؟ نحن إلى من نعود؟ الآن الأمة في المسائل الشرعية لمن تعود؟ الناس كيف تعلم الحلال والحرام؟ ببساطة جدا، هذه أحكام الحج، أنه أنا أذهب إلى، أريد أن أعتمر، أذهب إلى مسجد الشجرة أو التنعيم، ثم أذهب إلى الطواف، ونية الطواف وبداية الطواف ونهاية الطواف وصلاة الطواف وقضية السعي بين الصفا. كل هذه الأعمال كيف نعرفها؟ شلون نعرفها احنا؟ اللي علمنا اياها منو؟ مو مرجع التقليد. فإذا احنا نسير على منهج الإمام المهدي، على هذا المراجع العلماء يوضحون لنا هذا الأمر، نسير على هذا المنهج. لا داعي التقليل من شأن العالم والمرجعية، ونحاول أنه أن نقلل من شأنهم. بالنتيجة البعض اللي يحاول أن يقلل يريد أن إلى أين أن يصل؟ إلى أين يريد أن يصل؟ قضية الإمام المهدي، نعم الإمام المهدي يظهر، وهناك من يتظاهرون بالإيمان ويتظاهرون بالدين ويتظاهرون بالالتزام، يتصدون للقضية المهدوية، يتصدون للإمام. الإمام المهدي يحاربهم، الإمام المهدي يقضي عليهم. إحنا الآن احنا وظيفتنا نبحث في هذه الامور؟ لا، ما هي وظيفتنا. احنا الان كل واحد من عندنا ان يراجع نفسه، يراجع سلوكياته، يراجع صلاته، يراجع التزامه، يراجع علاقته مع الله تبارك وتعالى. كل هذه الامور نحيط بها. يعني نعمل مراجعة إلى سلوكياتنا، إلى أعمالنا، إنه ارتباطنا بالله تبارك وتعالى، معرفتنا بإمام زماننا، عقيدتنا بالإمام المهدي، ماذا نعمل الآن لنصرة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. كل هذه الأمور، التفتوا جيدا، كل هذه الأمور نعملها ونركز عليها، وأيضا نسعى لنشر الثقافة المهدوية. الناس البعض ينشر ثقافة إسرائيلية، يقول أنه الإمام المهدي في عهد الإمام تنتهي موضوع التوبة، بعد الإمام ما يقبل التوبة. من يقول ذلك؟ الإمام إمام التوبة، إمام التسامح. الناس يعودون إلى الإمام المهدي، يتوبون من أخطائهم، من ذنوبهم. الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه مأوى للناس، إمام الخير، إمام المحبة. الإمام يرأف بنا أكثر من آبائنا وأمهاتنا، الإمام يرأف بالأمة أكثر من الأم برضيعها. إمام كل محبة، كل عاطفة، كل تسامح، صلوات الله وسلامه عليه. إذا كنا في هذه الدنيا فاقدين الأمان وعدنا قلق من المستقبل، الإمام المهدي يرجع لنا الأمان. بوجود الإمام يرجع الأمان إلينا، بعد ما عدنا خوف، ما عدنا قلق. الإمام المهدي عنوان للخير والسعادة. نعم، الإنسان لازم يهيئ نفسه. لما نقول عنوان للخير والسعادة مو معنى أنه ما في حروب، بلى. سنتكلم إن شاء الله في الحلقات القادمة، نتكلم عن موضوع هذه المواضيع، نتكلم فيها. نعم، في حروب، في دماء، ولكن بالنتيجة الإمام كيف يصل إلى ذلك؟ ما في قتال؟ في قتال. من يقول ما في قتال؟ يعني رسول الله ما قاتل؟ كم غزوة، كم حرب قام رسول الله صلى الله عليه وآله. الإمام علي عليه السلام ما كان من الجمل إلى صفين إلى النهروان، كلها حروب كانت في عصر الإمام علي عليه السلام. هذا الإمام الحسن، هذا الإمام الحسين، طبيعي الحروب موجودة. احنا لما نقول إنه مرحلة الإمام المهدي هي أمن وأمان وسلام، الإمام في مرحلة زمنية قصيرة جدا لا تطول إلى سنوات. قضية الانتصارات اللي صار عند الإمام والقضاء على الآخر، يعني الإمام بين المدينة ومكة، ثم المجيء إلى الكوفة وجعل الكوفة عاصمة له، وبعد ما يهيئ الجيوش وتلتحق الجيوش بالإمام سلام الله عليه، وأهدى الرايات، راية اليماني من اليمن تلتحق بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. في بعض الروايات أنه السيد الهاشمي أيضا يلتحق برايات من العراق، رايات تلتحق بالإمام المهدي، والإمام يتوجه من العراق إلى الشام، وهنالك النجباء من أهل الشام، من أهل دمشق، يلتحقون بالإمام سلام الله عليه. يعني هذه البلاد من لبنان إلى الشام كلها المؤمنون للإمام المهدي يلتحقون بالإمام من هذه البلاد. الآن تجدون في الشام وفي لبنان المؤمنون المهدويون الموالون الذين يهيئون أنفسهم لنصرة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الناس يهيئون أنفسهم لنصرة الإمام. الإمام بعد حرب مع السفياني وقضاء الإمام على السفياني، يتوجه الإمام إلى القدس. كل توجه الإمام، وعيسى بن مريم ينزل من السماء. لما ينزل عيسى بن مريم من السماء، الإمام يرسله إلى الغرب، يروح عيسى إلى الغرب ويدعو الناس إلى القضية، إلى الإمام المهدي والإيمان بالإمام المهدي. والناس ثلاثة أرباع الغرب يؤمنون بالإمام المهدي. الصليبية والصهيونية لما تنظر إلى توجه الناس إلى الإمام يعلنون الحرب على الإمام. انتبهوا جيدا، يعني عيسى ينتصر للإمام المهدي سلام الله عليه، يدعو الناس إلى الإمام المهدي، هو الذي يصلي خلف الإمام، هو من وزراء الإمام المهدي، كما أن الخضر هو من وزراء الإمام المهدي سلام الله عليه. الإمام عنده وزراء، أحدهم عيسى بن مريم على نبينا وعلى آله وعليه السلام. هؤلاء كلها عوامل، وحتى الحروب اللي تصير ما تطول كثير. يعني الروايات تقول أن الحروب اللي تصير يعني من ظهور الإمام إلى وصول الإمام إلى الكوفة، إلى أن الإمام يطلع إلى الشام، إلى القدس، كل هذه الفترات مو فترات طويلة. الإمام بالنتيجة الأمور راح تكون طبيعي. الإمام يحتاج إلى أنصار، وهذه مسؤوليتنا إحنا الآن أن ننشر الثقافة الإيمانية في المجتمع. هذه مسؤولية الآباء والأمهات، أولياء الأمور، مسؤولية الجميع، مو الانتظار تخلي إيد على إيد وتنظر إلى الظالم يظلم، إلى الطاغية يتحكم، تنظر إلى القتل والإبادة في الناس. هذه مسؤوليتنا، أنه الآن نصرتنا للإمام المهدي أن نهيئ الأرضية لظهور الإمام. كيف نهيئ؟ أولا نبدأ من أنفسنا، كل واحد من عندنا بحاجة إلى وقت، بحاجة إلى فترة طويلة، ساعات طويلة، حتى يهذب نفسه، حتى يصلح نفسه، حتى يقرب نفسه إلى الله تبارك وتعالى. وإلا الإمام المهدي يظهر، الإمام المهدي ما يحتاج أنصار. الإمام أمير المؤمنين لما ذهب إلى القتال أرسل مالك الأشتر، مالك الأشتر رجل الكوفة، طلع 8000 مقاتل من الكوفة. ولا الإمام أمير المؤمنين كيف حارب أهل الجمل، جماعة الجمل، الفئة الباغية المنحرفة التي خرجت على أمير المؤمنين في البصرة؟ كيف؟ من وين الجيش عند الإمام؟ الإمام يحتاج إلى قوة، يحتاج إلى أنصار، ولكن أن تكون من أنصار الإمام هذا يحتاج إلى مقومات، هذا يحتاج إلى عمل يومي. ما أقول أنه في يوم واحد، ما أقول في ساعة واحدة، ولكن هي ليست أمنيات، ولكن هي ليست أحلام، وإنما قضية الإمام المهدي قضية تحتاج إلى جهد كبير منا جميعا، جميعا كلتنا لازم نعمل ونجتهد في إصلاح أنفسنا، وإلا هذه النفس الأمارة بالسوء، الشيطان يزين العمل. هذا العالم المادي يؤثر علينا، احنا بشر، احنا نتأثر. الإنسان مو إنسان اللي ما يتأثر بالأجواء المحيطة حوله، كل الأجواء تؤثر فينا. لذلك باستمرار، ورب العالمين لماذا شرع الصلاة؟ لماذا صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ حتى هذه الأوقات الإنسان مجبر، لماذا هي واجبة؟ ربنا لا يحتاج إلى صلاتنا، لا يحتاج إلى عبادتنا. أي عبادة نحن نعبد الله تبارك وتعالى؟ قد يكون وضوءنا في إشكال، قد يكون تلفظنا يكون في إشكال، ركوعنا سجودنا قد يكون في إشكال، تشتت الذهن اللي موجود عندنا يكون في إشكال. مع كل ذلك هذه الصلوات تبني الإنسان. نحن في قضية الإمام المهدي نحتاج إلى الإنسان دائما أن يواظب على نفسه، هذا العملية تزكية النفس، وإلى الأجواء المادية والظروف والبيئة والمحيط اللي احنا ساكنين فيه. تارة في أجواء احنا ملتزمين جدا، الحمد لله، الله يعين الشاب اللي يعيش في أجواء مش إيمانية، البنت اللي تعيش في أجواء غير ملتزمة. المحافظة على الدين ليس بالأمر السهل، أنا ما أقول بالمستحيل، ولكن صعب جدا، ولكن إلى قيمة. جد يستاهل الإنسان أن يتعب نفسه في إصلاح نفسه، فأن يجعل بينه وبين الإمام ذلك الارتباط وذاك الاهتمام وذيك المحبة. وفعلا الإمام يشعر بك لما ينظر إليك الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه وأنت تدعو له، تقول اللهم عجل لوليك الفرج، وتقول تقرأ دعاء العهد، وتقرأ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن. لما تقرأ هذه الأدعية ولما تتوسل بالله لتعجيل فرج الإمام، عجل الله تعالى فرجه الشريف، هذا بعين الإمام. لا تتصورون أنه أنتم تدعون للإمام المهدي الإمام ما يسمعكم، الإمام لا يلتفت إليكم، الإمام يستوعبكم، الإمام يدعو لكم لأنكم تدعون للإمام، الإمام يستغفر لكم. لما الإنسان لا سمح الله تصدر منه موبقة أو محرم، غيبة، شيء كذا، بالنتيجة الإمام معنا موجود. هذا الشعور بالإمام، يعني إذا فعلا نحن، وهذه نقطة مهمة جدا لكل الشيعة، لكل الموالين، لكل المؤمنين بقضية الإمام الحجة بن الحسن صاحب العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. هذه قضية نحتاجها في مجالسنا. لازم الشباب، شباب الهيئات، شباب المواكب، الشباب الحسيني المؤمن الفاطمي الملتزم، لا تنسوا قضية الإمام المهدي. هذه القضية كما أهل البيت طلبوا من عندنا، رادوا من عندنا. الإمام الباقر عليه السلام يقول لو أدركته لخدمته طول حياتي. الإمام يقول يتمنى الإمام المهدي يكون موجود، يتمنى يكون في عصر الإمام المهدي الإمام الباقر سلام الله عليه حتى يخدمه طول حياته. فالتفتوا إلى القضية، ليست بقضية سهلة، قضية مهمة. الشارع ما متوجه للإمام المهدي، الأمة غير متوجه للإمام المهدي. يتصور البعض إذا أجى في 15 شعبان وراح إلى مقام الإمام المهدي وشعل شمعة هناك، شنو هذا؟ شنو قاعد تسوون؟ ايش فيكم يا ناس؟ وين رايحين؟ وين متوجهين؟ شنو عند مقام الإمام المهدي تجلس على النهر وتشعل لك شمعة؟ شنو هاي الشمعة؟ يا مسكين روح داخل حرم الحسين، روح صلي صلاة الإمام الحجة، روح توسل بالله، اطلب من الإمام الحسين يا أبا عبد الله ادعو الله اللهم عجل لوليك الفرج. هذا المهم، هذا الأساس. تتصورون تقعد أنت على عند مقام الإمام المهدي وعلى النهر وتشوف الناس قاعدة وبيدها شمعة، شنو هذا؟ ايش فيكم؟ شنو صاير؟ هذا ليت 15 من شعبان، ليت العبادة، الابتهال إلى الله، الاستغاثة، البكاء، الخشوع، الخضوع. ليلة أنه هذه الليلة قرارات حياتنا تطلع فيها، في هذه الليلة ليلة القدر توقع القرارات، بس هذه الليلة تصدر الأحكام. ليلة السهر إلى الصباح بالعبادة. وأنتم الشباب، أيها الشباب، اجعل هذه الليلة ليلة عبادة. اترك أصدقائك، سهراتك، ألعابك، أي أمورك، اجعل هذه الليلة ليلة عبادة. الله يحب يشوفك هذه الدموع تنزل من عينيك وأنت تقول يا الله اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. هذا اللي نحن بحاجة إليه. أسأل من الله تبارك وتعالى أن يوفقنا، أن يسددنا، أن يجعلنا في منهج وفي طريق الإمام المهدي المنتظر سلام الله عليه. نحن الكل يساهم. هذا الكلام للخطباء أحبتي، زملائي، أساتذتي، إلى قارئات العزاء، إلى كل من يسمع هذا الصوت. اعملوا في نشر قضية الإمام المهدي، خلي الناس يحبون الإمام، يدعون للإمام، يتوجهون للإمام، وراح تشوفون الحياة راح تكون حياة أجمل حياة، هي الحياة اللي واحد يشعر بالإمام المهدي المنتظر، لأنه راح تشمله ألطاف الإمام صلوات الله وسلامه عليه. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم أرض عنا إمام زماننا. اللهم وفقنا لنيل رضاه. اللهم تقبل منا هذا القليل يا كريم يا الله. دعواتي لكم بالتوفيق والخير والسداد والنجاح إن شاء الله. وآخر دعوانا جميعا نقول اللهم عجل لوليك الفرج، وحياكم الله.